هاي السالفة. هلا هلا هلا. شلونكم؟ زينين؟ تفضل استريح. شلونكم؟ استريح. هلا هلا. انت نبع الحنان؟ انت سبع البور مو سبع الحنان. انت انا قاهر البنات. على شنو؟ على يا وجه منا العفو منو؟ هي لا لا اثنيناتنا توي ننشد؟ اي لا لا بس احنا انت اللي حكيت وياك؟ انا اللي حكيت وياك. انت؟ اي اني. والصوره اني. والصوره انت؟ اي. شلون هي حكيت وشلون الصوره انت؟ وهي بالليل تنقلب يعني ارول ضبع فبراحتها يعني هي صوت بالليل يعني يصير هيك طربي واني انا اسف غلطان. وين رايح؟ امي قالت لي جيب وياك دب. قالت لي جيب وياك دب رحم الوالدين. ولا يهمك دب دب هسه اطلعك. جيبوا الدب مالتي اخذوه بس خلينا نروح رحم الوالديكم. اقول لك يعني بس فهمني يعني انت مو حكيت وياي؟ انا اللي حكيت وياك. بعد شنو تراوني حنطه وتبيعوا لي شعير؟ على كيفك ام عنب الحنطه يا المزرعتشي. شنو؟ يعني تعال اقول لك انت شو شكله مش وهذا باللي دزنا صوته؟ ملاجو حتى شكله يختلف بس انا شفته شايل الدب قلت اكيد هو. ايش؟ انت صورتك اللي دزتنا يا مو هي؟ لا شنو؟ هاي صورتي الموجوده غير بالفيس؟ هذا ليوناردو ديكابريو يا معود. اي اصلا انا هو هذا لبسيته بس انا شنو؟ شل التفاحه. انت؟ طبعا بعدين انا كنت العب طوبه. انت؟ طبعا وكنت هاي سكس باس. ها ها سكس باس. سبع سكس باي. اي نفس الشيء سكس باس. اي نفس الشيء. وداعتك اصلا انا كنت العب طوبه. انت؟ طبعا كنت العب سله. النوب. وكنت ملاكم. النوب. طبعا وكنت امشي بالمنطقه يابا. ما اريد احكي كم بالمنطقه شو تسوي؟ ايش البنات؟ ليش؟ يومي اجي للبيت القى بحدود 30 وحده بباب البيت. ليش امه؟ امه حفافه. روح بعينك. كنت ماكو هيك. الله. بعدين شنو؟ قلبت بيها سياره. صرت عجوي. كل زينة وصرت هيك مرحلة. الحمد لله والشكر. سكتي هسه خلي بس نحكي بالمفيد. نحكي بالمفيد. نحكي بالمفيد. أنا بخدمتكم. أنت شو اتفقت وياي؟ أنا مو وياك. ما متفق وياك. هو منو كان الصوت ومنو الصورة؟ هي صوت. لا لا أنت الصوت بروح أمك. لا لا أنا الصوت وهي صورة. يعني أنا شنو هسه أستلم صوت صورة بس فهموني شنو الموضوع؟ ما أقول لك إحنا متفقين. إيه؟ لا تروح النادي تلعب بذيلك. أقول لك رحمة الوالديك أنا يعني هسه تعرفت عليكم فرصة سعيدة المهم جبت لكم الدب وأنا راح يوها. هو هذا؟ إي هو. هذا من هو؟ أخونا. هذا أخو. تتزوجها لو قلت لك؟ لا 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 عمي أتزوجها وأخلف 13,000 واحد من عندها. قبعه وخذها. هذا اللي قاعد على الفيس بالليل.